توقعات برج الميزان ليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 11 آب 11/8/2023. هتتجنب إنك تاخد قرارات مهمة، مطلوب منك قليل من الصبر عشان تخلي الأمور أفضل، لكن ما تكونش قادر علشان تقوم بده، ممكن ده يخليك تحس بشوية عدم استقرار. بالنسبة ليك مهنيا هتواجه كتير من ضغط الشغل والتخطيط السليم، هتستخدم الوقت بطريقة منسقة، كل ده هيخلي الأمور أفضل بكتير. حاول تكون أكتر تفهم مع زملائك في الشغل. بالنسبة ليك عاطفيا هتقترح حبك لشريكك، مع كل ده هيبقى فيه فرصة معتدلة لحبيبك عشان يظهر ليك الرد بالمثل، لكن لازم تحافظ على انسجامك في العلاقة. بالنسبة ليك ماليا ممكن تكسب بعض المال عن طريق انك تاخد قروض صغيرة، مع كل ده ما تكونش القروض اللي انت بتحصل عليها كافية عشان تلبي بيها احتياجاتك. بالنسبة لك صحيا محتمل انك تتعرض لحادث اثناء السفر او القيادة، من الضروري انك تبقى حذر وانك تعتني بصحتك بشكل احسن. يواصل القمر عبور برج الجوزاء لغاية المساء لغاية ما يدخل برج السرطان، هنبقى بنستمتع باللعب والافكار ووضع الخطط. هنتطوق لكتير من الترابط لكن انا هنسعى للقدام. هننتقل قمرنا لمنطقة السرطان في المساء، مع قمر السرطان هنتواصل بسهولة اكبر مع احتياجاتنا العاطفية، هيشكل مريخ خماسي وهنشك في فعاليات تأكيدات وجهود لمتابعة كل اللي احنا بجد عايزينه. كل ده هيؤدي لسلوك عدواني سلبي او دفاعي لإحباطنا، ممكن نلاقي صعوبة في أننا نكون حازمين وحساسين في الفترة دي. هنشاهد ما بيننا وبين بعض النهاردة تفاصيل كتير هيصعب أننا نثبت أنفسنا بشكل فعال من غير ما نستفز، في إزعاج واضح وفي قلق للأشخاص اللي حوالينا. الحيلة هي الجمع ما بين كل الحساسية المباشرة بدل من أننا نضيع خياراتنا على إما ده أو ده. بالنسبة لينا النهاردة مع آخر جانب للقمر قبل ما يتغير هيدخل لبرج السرطان، لازم نبقى مستعدين وحذرين أكتر ونبقى جاهزين لكل اللي هيحصل معانا، وخاصة المريخ هيبقى فيه قطاع شغلنا وقطاع الصحة اللي عندنا، هيبقى فيه تفكير سلبي في بعض الأحيان وانسحاب لبعض الأحيان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.